وصلت شعلة أولمبياد سوتشي الشتوي لعام 2014 إلى الفضاء بعدما أطلقتها روسيا المضيفة صباح اليوم الخميس، وذلك للمرة الأولى في التاريخ. واستغرقت رحلة المركبة التي ضمت 3 رواد فضاء هم الروسي ميخائيل تيورين والأمريكي ريك ماكستاركيو والياباني كويشي واكاتا 6 ساعات. وكانت اللجنة المنظمة للألعاب كشفت عن رحلة للشعلة إلى الفضاء بين 7 و11 من تشرين الثاني نوفمبر الماضي، فضلاً عن مسار يتضمن 65,000 كيلومتر داخل الأراضي الروسية قبل أن تصل إلى مكان افتتاح الألعاب في سوتشي في 7 من شباط فبراير من العام 2014.